عن المبادرة دي أكتر، لأن دي للسنة الثالثة على التوالي بتتم المبادرة دي. وعايز أقول لحضراتكم إن العام ده أكيد عام مختلف، واجهوا تحديات كتيرة جدا، خصوصا طبعا في ظل فيروس كورونا للعالم كله بيواجهوا الحقيقة. فعايزين نعرف عملوا إيه في السنة دي تحديدا، اتعاملوا إزاي مع الطلاب، ايه اللي بيحصل في المبادره دي. كل ده هنتكلم فيه من خلال ضيفنا اللي منورنا النهارده، دكتور محمود حمزه، مدير التنفيذي لمؤسسه التعليم. اولا صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ في البدايه كده نتعرف من حضرتك ونعرف اكتر عن المبادره، بتعملوا ايه؟ بتروحوا المدارس، تبداوا ازاي مع الاطفال؟ ايه اللي بتعملوه؟ يعني خليني ابدا من اول القصه، من اول الحدوته زي ما بيقولوا كده. احنا سنه 2014 بعد ما حدثت من ثوره يناير وكان حاله من حالات الزخم والجدل، قررنا ان احنا نؤسس مؤسسه تكون مؤسسه مجتمع مدني متخصصه فقط في مجال التعليم. تمام. لا تعمل الا في نطاق التعليم. احنا عندنا قناعه كامله ان التعليم هو اساس الامر. طبعا. وحطينا شعار لها عندما يصبح التعليم اولويه وطن، يعني اول ما التعليم هيكون في اولويه الوطن كل شيء هيتغير. طبعا. المؤسسه دي بدات بعمليه التدريب او التنميه المهنيه المستدامه، ثم بدات بمنح للطلاب المتفوقين. وكنا بناخد الثلاثه الاوائل على الشهاده الاعداديه على مستوى الجمهوريه في معسكر في المدينه التعليميه تبع لوزاره التربيه والتعليم، وندربهم على بناء الشخصيه وتطوير مهارات اللغه الانجليزيه وحاجات مختلفه. كان عندي حلم وكان عندنا كلنا حلم ان زي ما بنهتم بالطلاب المتفوقين اللي جايه ناتجه على الدرجات، لكن هناك وجوه متعددة أخرى للتفوق. وأكاد أقول أن اللي نجحوا في أعمالهم في حياتهم العملية فيهم نسبة كثيرة ما كانتش متفوقة في الدراسة. صحيح. والدرجات. الدرجات شيء مهم ولكنها ليست معيار على التفوق. وأكبر مثال على كده أنا دايما بتساءل أين بيذهب أوائل الثانوية العامة، بيختفوا بعد فترة. صح. لدرجة أن هو ما قدرش يتكيف مع معايير التفوق الحديثة. صحيح. في هذا الأمر. فقلنا في أول مرة كمؤسسة تعليم أولا أن احنا عاوزين نعمل منحة للطلاب المتفوقين في الفنون، سواء كانت رسم أو عزف أو تمثيل. تمام. بعتنا في المرة الأولى وقلنا المدارس تعمل عملية تصفية ونشوف الوضع شكله. للأسف في أول مرة صدمنا صدمة كبيرة. ليه؟ لأن تم عملية ترشيح ناس لا تستحق الترشيح. وفوجئنا لما جبنا لجان من كليات الفنون الجميله ومن معهد الفنون المسرحيه عشان يختبروا الطلاب اللي جايه معهش بالقدره والكفاءه. لغايه لما التقت رؤيتنا كمؤسسه تعليم اولا مع رؤيه مؤسسه محترمه ايضا، مؤسسه مجتمع مدني تابعه لاحد البنوك المصريه. وهذه المؤسسه قالت ان احنا عاوزين نعمل حاجه متخصصه للطلاب المتفوقين الموهوبين. اول سنه عملناها مانيوال بشكل طبيعي. وبعتنا رسميا لوزاره الثقافه المصريه ووزاره التربيه والتعليم بترشيح الطلاب الموهوبين والمتفوقين في مبادره تسمى مبادره ابهار مصر من سن 14 لسن 18 سنه. يعني حضرتك محددين السن اللي هي نهايه المرحله الاعداديه ثم بدايه المرحله الثانويه، لان المرحله ديت بتبدا الموهبه فيها تكتشف الى حد ما، بتبقى باينه اكتر. وفي نفس الوقت انا لو باخده عشان اعمل كامب او اعمل تدريب او اعمل كذا بيبقى سنه يسمح انه يكون متواجد معايا في هذا الامر. صح. الحقيقه وزاره التربيه والتعليم بعتت لنا في اداره متخصصه في هذا اسمها الاداره المركزيه للموهوبين، كانت الدكتوره هاله عبد السلام، بعتت لنا بيانات كثيره عن اسماء. في حاجه كمان تابعه لوزاره التربيه والتعليم اسمها المراكز الاستكشافيه اللي هي بتكتشف الطلاب المتميزين في العلوم. عملنا اول مبادره، اخترنا الطلاب، جالنا ما يقرب من 370 طالب موهوب على مستوى الجمهوريه. عملنا بروتوكول تعاون مع كليه الفنون الجميله عشان اختبارات الارت، مع معهد الفنون المسرحيه ومع معهد الكونسرفاتوار عشان الموسيقى. عملنا تعاون مع الجامعه الامريكيه وبعد كده مع اكاديميه البحث العلمي عشان يعملوا لجان الخاصه. اكتشفنا ان المساله مش سهله طبعا، وان الناس فقط عاوزه فرص، وان المواهب منتشره في كل انحاء مصر، في كفورها ونجوعها وقراها، في كل الاماكن. فقط عاوزه المسارات، لان كان عندنا هدف ان مش بس الاكتشاف ولكن الاكتشاف والرعايه، يعني ان انا افتح المسار في هذا الامر والاهتمام. ينموا الموهبه. اول دفعه كانت دفعه الامل، انا قلت هذا الامر، لان احنا اخترنا 25 طالب في هذا الوقت، منهم 15 في العلوم والتكنولوجيا و10 في الفنون، مقسمين ما بين الرسم والعزف والموسيقى والتمثيل. نجحت التجربه، لكن كان رئيس مجلس اداره المؤسسه التابعه للبنك عنده رؤيه
قوية جدا، وأنا أشهد له بهذا، لأنه قال إحنا مش هنقدر نوصل لكل الناس لو فضلنا بالشكل النمطي أو التقليدي. ما كانتش لسه ظهرت الكورونا ولا مفاجآت الكورونا ولا ما حدث بعد الكورونا. وقال إن الحل الوحيد إن الجيل ده ما بيتواصلش غير بالتكنولوجي. وأنا لو وصلت له عن طريق التكنولوجيا هقدر أوصل لكل مصر. من هنا جت فكرة إنشاء منصة إلكترونية بلاتفورم نقدر من خلاله نعلن عن المسابقة ويتم التصفيات فيها، وفقط اللي نيجي نقابله فيس تو فيس، لأن الأول كنا بنعمل كل المراحل فيس تو فيس وجها لوجه، وجها لوجه من 375 وبعدين 100 وبعدين 25 وبعدين قلنا لا، طب ما تيجي نشوف شكل معين مختلف، لغاية لما وصلنا لفورم معين. الفورم دي بتقول إيه؟ في أبليكيشن أنت بتملاه على البلاتفورم اللي هو www. يعني في موقع الناس بتخش عليه بالزبط. علشان يشتركوا فيه، بيملى الابلكيشن لو منطبق عليه الشروط طبقا لتاريخ الميلاد بيقبلوا الموقع. بعد كده بيقول له حمل فيديو مدتها 3 دقائق او مدته 3 دقائق تشرح فيه موهبتك، لو انت بتغني او بتمثل او بتعزف، وتشرح فيه فكرتك او مشروعك لو انت في الساينس او التكنولوجي. طب بتبداوا تصفوا منهم ازاي؟ ايه المعايير اللي انتوا حاطينها علشان تنقوا من الطلاب؟ لان طبعا بيبقى عدد كبير في الاول. بص حضرتك، احنا قعدنا مع اللجان، مع اكاديميه البحث العلمي، مع الجامعه الامريكيه، مع اكاديميه كليه الفنون الجميله بالزمالك، وبدانا نحط روبريك معايير محدده ان احنا بنختار بناء على 1 2 3 4. انا في الاول بكتشف مشروع موهبه، مش لازم تكون موهبه مكتمله، لان ده سن من 14 ل 19 سنه، ممكن تنموها، ممكن طبعا تنمر وتبقى اكبر فانا محتاج في الاول مثلا ان انا لو هختار 20 واحد موهبه كل سنه، انا بجيب في التصفيات النهائيه 100. السنه دي متقدم لما يخرج من 1200 موهبه، طبعا فيها ناس مش موهوبه. طيب السنه دي بقى لما نتكلم على السنه دي في ظل ظروف الكورونا عملتوا ايه؟ السنه دي كل التصفيات كانت ديجيتال. كلها لحد اخر مره، لحد 30 واحد، اخر 30 جايين. طب جالكوا السنه دي عدد قد ايه؟ جالنا ما يخرج من 970 موهبه. ما شاء الله، متقدمين من جميع انحاء مصر. والفكره الاساسيه ان احنا عملناها كلها بالشكل الديجيتال او الالكتروني. انه بيقدم الفيديو بتاعته، انا باخد الفيديوهات ديت واديها للجنه معينه، اللجنه بتقعد في قاعه معينه وبتقعد تقيم بشكل او باخر وتدي درجات. لقيت لما نصفي في اعلى مثلا 10 او 20 على حسب التخصص، ويبدا يعمل المقابله الشخصيه اللي هتكون يوم السبت القادم. عندي 30 موهبه هيكون يوم السبت القادم. طيب انا عايز عشان بس اكيد في ناس بتتفرج دلوقتي حابه ان اولادها يشتركوا في المبادره دي، يخشوا على الموقع. طبعا ده في ظل الفصل الدراسي. بتبدا امتى؟ بتنتهي امتى؟ السنه دي احنا مدينا الامر كان نهايته غير 31 اكتوبر، احنا هنبدا الاعلان عن هذا 1 ابريل. بتبدا دايما من 1 ابريل ل 1 6. الفترة دي هو اللي بيقدم فيها ديجيتال، عشان احنا دايما بنعمل التصفيات، يعني من 1 ابريل لحد شهر 6. لحد شهر 6، شهرين بيفتح الموقع. الموقع بقى اسمه ايه؟ www.ibharmisr.com. يعني بنفس اسم المبادرة. بنفس اسم المبادرة. وابهار مصر بالانجلش كلمة واحدة. مفيش أي بينها فواصل أو أي حاجة. ومصر ام اي اس، مش مصر. يعني ساعات ناس بتقول ابهار مصر، لا، ابهار مصر. طب ليه ابهار مصر؟ والله لأن احنا